حالك؟ هيك ها ورجيني ضحكتك، مبين إنه العيلة كلها مبسوطة اليوم. بصراحة هالبنت الصغيرة بيهو حلوة كتير، وحتى ضحكتها بتفوت على القلب، عم تخلي العيلة كلها تكون مبسوطة. ايه صح، بيهو بنت لطيفة وأنا بشوفها حلوة كتير كمان. وأنا كمان. أنا صحتي مانا منيحة، وإلا كنت رح أقضي وقت منيح وأنا عم لعبها. لازم أتقرب منها، بدي تصير بيهو تحبني مثل ما بتحب الباقي، ويمكن أكثر. ليش بتحبيها كتير؟ يعني أنت بتقربيها الشي؟ هي بنتي. طار العصفور؟ صح. طار الببغاء؟ صح. طار الفيل؟ ها أنت اللي خسرت باللعبة؟ معقول الفيل يطير؟ كل الفيلة بتمشي على الأرض. آسف نسيت وخسرت اللعبة، آسف. هلأ صار دوري باللعب، ماشي؟ يلا؟ يلا جاهزة؟ يلا. طار العصفور. طار العصفور. طار الببغاء. طار الببغاء. طار الزرزور. طار الزرزور. طار الفيل. الفيل ما بيطير. برافو عليكي بيهو، برافو. طار التمساح. أوه، مين خسر؟ بابا وماما خسروا. ايه مزبوط. الاثنين لبرا. يلا بصير انا ما خسرت، بس انا رفعت ايدي بسبب امي. لا مو صحيح، انت يلي رفعت ايدك بالاول وانا قلتك وخسرت. لحظه، هلا انت عامله فيها دكتوره وبتغلطي هيك غلط وبتقلديني؟ معقول؟ قول لحالك، في حدا براسه عقل بيقول انه التماسيح بتطير؟ ولا ما عندك عقل بنوب انت؟ هلا صار الحق علي. لكن علي انت عندك عقل عصفور، يمكن يخلي القرع المر يطير كمان. انت يلي رفعت ايدك بالاول، ماشي؟ شو انا؟ انتوا رجعتوا تتخانقوا مرة تانية؟ انتوا كبار، ليش بتضلوا عم تتخانقوا؟ شايفة بيهو؟ بيضلوا عم يتخانقوا. يلا تعالوا اعتذروا من بعض. كاران اعتذر من بريتا. آسف. يلا سلموا على بعض. هيييي. يلا ضموا بعض كمان. من شوي ضمينا بعض. كاران ليش كتير عم تفكر بالموضوع؟ بيهو بدي اياك تضم امي. يلا لشوف. ماشي. حلو كتير. ايه زقفولن. وهي انا صالحتها، ماني ولد شاطر وامي بنت منيحة. ايه صح. انا هلا حكيت مع نيتا وطلبت منها تيجي تشاركنا بالاحتفال اللي بدنا نعمله. ايه كتير منيح. مين هي نيتا؟ اسمعيني مريتا، نحن وظفنا مربية ليومين بس مو أكتر، لأنه رح يكون في ضيوف كتير بالبيت يوم الاحتفال، وفي مراسم كتيرة، وأكيد بيهو وقتها رح يضيق خلقه ورح تحس بالوحدة، ونحن ما بدنا إياها تضل لحالة ولا ثانية، لهيك وظفنا مربية مشان تساعدنا بهاليومين.